كنا مريحين اخي ايوب كيما هيدا فهمت هي تجي واحد سمعنا شي صوت ماشي هو داك التكسايد وكذا وخرجنا طللنا خرجنا طللنا كنتفاجئوا باللي راه فرغونيطه تقلبت في الحومه ديالنا صافي هذاك خرجنا جبرنا مولاه باقين داخل كيحاول يخرج وكذا ساقي هذاك صافي عاوننا هيدا تخرج بالسلامه ما وقع والو الحمد لله صراحه صعيبه شويه هو قال لك كنهود كيدفع يعني كانت اونبان يعني واقفه كان كيحاول يرانكيها فهمت سامني هود هو والعيل باقي صغير ما يمشي فهمت بغى يهود هيدا ديك الساعه الضمان تسوقر له واقيلا على اللي كيقولوا الضمان تسوقر له صافي الساعه ما تحكمش في الطونوبير حتى كنجبروا حنايا مقلوبه فهمت هادشي اللي وقع صافي دابا جاو الحمد لله ديبانا جايه تعاملت معاه وهزت داكشي الحمد لله ما وقع والو كلشي مزيان فهمت الحمد لله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.